صباح الخير أعزائي الطلبة، درسنا السابق كان عن المحافظة على الموارد في وطني، وقلنا أن الموارد هي الوسائل التي تشبع حاجات الإنسان، وتحدثنا أيضاً أن الإنسان يعمل على استغلال الموارد الطبيعية لبناء الحضارة وتقدمها، إلا أن الاستغلال المفرط لهذه الموارد يتم بطريقة خاطئة، مما أدى إلى اختلال التوازن البيئي. والمياه أحد تلك الموارد الطبيعية التي تستغل بكثرة وبطرق خاطئة، ولأن الماء أساس الحياة فيجب المحافظة على المياه في وطني. الماء أساس الحياة، فالماء يشكل 70% من وزن جسم الإنسان. الإنسان يستطيع العيش دون طعام لحوالي 8 أسابيع، ولكن لا يستطيع العيش دون ماء لثمان أيام. طبعاً تختلف النسبة حسب طبيعة الشخص. يستخدم الماء في الشرب، أعمال المنزل، الزراعة، الصناعة، والأردن من الدول التي تعاني من شح في المياه، شح في المياه أي نقص فيها، لذا يجب ترشيد استهلاك المياه. نقطة المياه تحدث فرقاً، لنتخيل حياتنا بلا ماء، لا طعام، لا نظافة، لا صناعة، لا شيء، لذا لنوقف هدر المياه معا. من طرق المحافظة على المياه في المنزل: أولا، في أثناء الغسيل والاستحمام، من خلال استخدام كوب ماء أثناء تنظيف الأسنان بدلا من فتح الصنبور، فتح صنبور الماء وإغلاقه أثناء غسل الوجه والوضوء، استخدام أدوات توفير المياه، استعمال كمية مناسبة من الماء أثناء الاستحمام. ثانيا، في المطبخ، غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء، استخدام كمية مناسبة من الماء في تنظيف الأواني، الصيانة الدورية لأنابيب المياه. من طرق المحافظة على المياه خارج المنزل: أولا، في الحديقة، استخدام نظام الرذاذ أو التنقيط في الري، عدم ري المزروعات وقت الظهيرة لتجنب زيادة نسبة التبخر، زراعة نباتات منزلية تستهلك كميات مياه قليلة. ثانيا، أثناء غسل السيارة، من خلال وضع دلو بدل من استخدام الخرطوم. ثالثا، في المدرسة، عدم استخدام الماء كوسيلة للتسلية أو اللهو. 2، إبلاغ إدارة المدرسة في حال وجود تسرب للمياه.